تحصليش البلا طعم اللي عم تعملوها. كيفك ربيع؟ مرحبا أمار. صرنا سنين عايشين نحن واخواننا المسيحيين سمنوا عسل. بترجاك ما تخلوا الاشياء عم تصير برا الضيعة تتحكم فيه. لك يا حيف على رجالي اذا هيك. يا زعران يا بلا اخلاق. وانت صار بدنا عجيبة بهالضيعة تتهندوا. من تخلعوا بس مش هنقدم زايدينها كمان. او هن المعجوقين فيهن ومطحوطين هالفحطة او هن كأنه جايين من بلاد المجاعة. بطت اجري انا بتفصل ثلاثة من عائلتهم. نارجش برجعش ناشينش اذا بارش فميزش بكروتش دوت بطيبش. يلا كان يبود ووتر فيه. والسلام عليكم.